راديو ماكس، لا راديو دو سبور و لا موسيقى. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من البرنامج ديالكم الصراحه راحه دائما في راديو مارس. اليوم كيف ما وعدناكم معنا واحد من اللاعبين الكبار اللي دازوا في التاريخ ديال كره القدم الوطنيه، واحد من الفنانه اللي فرجوا المغاربه كاملين ماشي غير الرجويين، فرجوا المشاهدين والمتتبعين ديال كره القدم الوطنيه. الا قلنا معنا اليوم عليم، فعليم ديال الكره ديال بصح، لان الكل كيحترمه، لاعب اللي ما كيهضرش بزاف ولكن الكره هي اللي كتهضر في رجليه، فرج المغاربه كاملين، قدم مستوى رائع وعايش اجيال كثيره في الرجاء البيضاوي. واحد من اللاعبين اللي الكل كيحترمهم كبير وصغير، ولحد الساعه فكيبقى الاسم ديالو اسم كبير في التاريخ ديال كره القدم الوطنيه. اليوم معنا العليم ديال الكره في المغرب والعالم ديال العلماء ديال الرجاء البيضاوي عمر النجاري. بكل فخر واعتزاز كنستقبلوا اليوم معنا واحد من اللعابه الكبار اللي دازوا في التاريخ ديال كره القدم والفنانه الكبار عمر النجاري. عمر صباح الخير. صباح الخير سي عادل، صباح الخير راديو مارس، صباح الخير الناس المستمعين. صراحه هذه فتوى لانني خصني نعبر على راسي شويه بالحياة ديالي كي داز في المشوار ديال كرة القدم، وغادي نشغل غادي نبداو البداية ديالنا. وخا باش ساعتين عمر شوية ناخذوها شوية من تجربة كبيرة ومن حياة ديال العطاء، لأن يمكن أي رجاوي يمكن كنهضر معاك يقول يا عمر. نشكروا حيمر لأنه تا هو من الناس اللي تضاربوا معايا فاش عمر النجاري يكون معنا. تحية كبيرة لرضوان حيمر. عمر النجاري شكون هو عمر؟ فين تزاد؟ البدايات ديالك عمر شنو يمكننا نقولوا عليها؟ البداية ديالي كبداية كاع جميع اللاعبين اللي مارسوا الكرة القدم، البداية ديالي كان المرحوم الأب ديالي الله يرحمه برحمة الله. صراحة هو اللي اكتشف الموهبة ديال الولد ديالو، والموهبة وصفها لي بأنني خصني نخرج الميادين كما تنقولوا. صراحة تزاديتي يا عمر؟ تزاديت في بورغون. بورغون بورغون حي تسهوز زنقة 12 دار 7، هذا المكان السكن ديالي ديال الأب والوالدة ديالي. كما تنقول لك عايش أجيال أجيال أجيال، ولكن تنعاود لك أن في الصغر ديالي تلعب. انت تولدتي في بورغون. بورغون الوداديين. كيفاش بورغون ورجاوي نورمالمون لونتوراج لونتوراج فين كنت انا في الحي ديالي كاع وداديين صراحه. وانا كنت تنمشي للوداد تنتفرج في الوداد، مي الرجا كانت تعجبني السيد ديالها لانها كانت تلعب ديالك السيد ديالي فراجه وضريبه ضريبه. الوداد كنت نمشي نتفرج فيها اكثر من الرجا، لان كان الاخ ديالي الكبير خالد هو اللي كان تيديني مع بزاف تيرا الوداد. باش نرجع لك بعداك في الدرب، ملي كنت نلعب في الدرب كاع الدراري تيتسناوني هذيك النهار ما غتلعب ما من غادي نلعب، تيضاربوا عليا. شكون اللي غيسبق يلعب معاه؟ تيضاربوا عليا، ولا كان الماتش عندي مع 10 هما تيأجلوه حتى 12 باش نلعب معاهم 12. كيف تلعب شي ثلاثه ماتشات ولا اربعه في النهار عادي زعما عادي تلعب معاهم ديما مربح ولا الدرب فرحانين صافي تيتسناو عاوتاني السيمانه الجايه جميله زعماك زعماك دوز بزاف كاع. والناس كانوا تيشجعونا تيقولوا لنا زعماك تقولي عندك موهبه. حتى في الدراسه ملي كنت في الدراسه كان الاساتذه كلهم تيشهدوا بانك خاصك تمشي تلعب في المدرسه. عرفتي هذوك الدراري اللي كيكونوا كيلعبوا في المدرسه اساتذه صعب ومدير كل شيء كتكون. كان المدير حتى هو ما كان الدراسه شويه ما كنتش ندافع، كنت نخرج من المدرسه ما كناش شكاير شكاير ديالتي واحد النهار الدوليه شكاره خلوني بلا شكاره. كي غادي ندير كي غادي ندير الدار تيسولوني على الشكاره تنقول لهم راه تنخلاها في المدرسه وهي راه ما كاينه لا في المدرسه لا والله عطاه. ومع الكره هي اللي نفعتني شويه ما كنت نربح المدرسه ديالنا في كنت نلعب هي هذيك كنت نربح كل شيء ولا ندرب المدرسه. والله العظيم زعماك اجيال دوزنا زعماك الطفوله ديالنا ما عمرنا نساوها صراحه. قريت يا عمر؟ قريت في سميتها في هذه العنق المختلطه اللي كانت في درب لوبيله. لا في درب لوبيله وهي مسميه درب لوبيله. كنت نقرا تماك ابتدائي وموراها مشيت دخلت المدرسه ديال الفلوس اللي كملت فيها
وخرجت من الدوزيام اني اللي حبست فيها الدراسه قرأة. ديالي هي فاش مشيت خرجت للميادين من هذا المنبر تنشكر الزميل ديالي زعما واحد الصديق اللي توفى مسكين كان تيقرا معايا واللي كان مسكين تيقول لي خاصك تمشي شي كيبا مي الظروف تاع الوالد عاوني مسكين وداني الفريق ديالو اللي عزيز عليه ولعب فيه وطرعرع فيه هو النجم الشباب لي طوال بديت مع لي طوال شحال لاج ديالك ديك الساعه لاج ديالي كتكون عندي شي 13 عام 14 13 14 عام لعبت مينيم كان هذيك الساعه انا داك باحو هو المدرب ديال هذيك الساعه مينيم اول دخله ديالي ديال التيران غادي ندخل كان داني الواليد اول دخله جيت قدمني المدرب هادي قال لي سير تلبس مشيت تلبس واحد العشره عندهم قبيح ماشي ما كنت تما كانت القشله كان سيوط تما كبير وهذاك ولده قبيح او ديما مبرزط هذيك الفرقه ما تيخليهمش يترينيو وديما ديال العشره وما عشره ما والو صحاب عشره ديال باك وجيت هذاك النهار جيت مع العشره مع العشره مشيت لبس دخلت للتيران الكره الاولى هو يقول هذاك المدرب دابا تمشيو تقاليزيو ليه دابا يقاليزي دابا يقاليزي الماتش الاخر غادي يلعب معنا الحد غادي يلعب وفعلا هذاك الشيء اللي طرا الكره الاولى قاليزيو ليه والله العظيم الكره الاولى لعبت معاهم ماتش كانوا دايرين ماتش بينات دخلت درت كره وحده وعيط ليا قال لي فاش زيد قلت ليه قال لي دابا عيط لواحد السيد دابا ورقه يمشي الوالد كان تيتفرج سيني لك دابا ديك الساعه سيني لي الورقه كلشي المسائل مشي تقاليزيت نهار الحد داخل هذاك العشره ما بقاش قال لي سير بحال تبقى تجي عندي بعد من الصوبك بعد من وهي هذيك بدات المشوار ديالي في مع ليطوال وكنا تلعبوا مع ليطوال كنا تلعبوا مع الوداد والراجا وكان انا المشجعين ديالي هو الوالد والاخ ديالي كيمشيو يتفرجوا فيه تيمشيو يتفرجوا ما علينا تيمشيو يتفرجوا الماتش تتكون شي كوفرة ولا شي حاجة تعيط ليا تعيط الخوادري نزاري عمر تنعرفو هو الخوادري تقول لي ما تماركي ضربة في البارة تنضربها في البارة تقول هالي قلت لك مرة ما تنقوش لي ماركة هضربها في البارة يلا والله يلا تنضربها لي في البارة يا ديك بدا المشوار ديالي تيعلمك تيقول ضرب دابا في البارة تيعلمني تيعلمني زعما كصغر كانت صراحة كاين الدعم العائلة كلها واقفة معاك الأخ كلهم معاك كيعطوك شوية ديال بزاف بزاف وما كانش الوالد أول مرة جابني موراها كان تيجي قليل يتفرج فيا أما الخوت كانوا تيجيو أكثر يمني مشيت فرق رجاء البيضاوي تنشكر من هذا المنبر محمد الملقب الشلح شليحة 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 هو زعماك اللي زعماك كان واحد الصراعات في نجم الشباب هو اللي خدا ليا المسائل شحال بقيتي شحال بقيتي في ليطوال اللي طوال تقريبا شي اربع سنين اربع سنين دوزتي معاهم مينيم كادي جونيور لا كادي لعبت عامين مينيم عامين كادي وموراها مشيت تراجع محمد هو اللي ولد داك هو اللي دا ليا المسائل ديالي انا ما تعيط ليا قال لي راه غادي تمشي تراجع هذيك الساعه صافي الفرحه جات فيلم اخر عاوتاني فيلم اخر الرجاء كانت عزيزه عليا فكرتي انك تمشي تلعب في الرجاء ماشي عمري ولكن الناس كانوا تيجيو عندي مورا الماتش يقول لي ولدي راه خصك ما خصكش تبقى هنا ما خصكش تبقى في النجم الشباب غادي تضيع وقتك معاهم وما صراحه كان الناس في هذيك انا نجم الشباب فرق كبير كانوا سميات كانوا كبيره و... كانوا 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 انا كنت زعما معجب بالفريق الاول زعما كنت نتفرج ناس كانوا في المستوى عالي زعما ميم ساكن ليت واحد ثلاثه منهم موريتانيا الغارديان منهم حانين واحد دوني سانتر وعرفتو حانين منهم قطاود عيشه واحد الدري اتاكو منهم رزيق ميستار هيدامو هادو كاع الوقيته اللي كنت فيها انايا كانوا في ليطوال دازو في ليطوال بعد المرور ديالي جيت الرجاء حتى هي بدات حياه اخرى في فيلم اخر الرجاء المينيم ديالك يتفرجوا فيها 5000 فيلم اخر قلب اخر في الرجاء زعماك مينيم دوس اول مره مشيتي تيرا الرجاء شكون داك اول مره مشيت مع محمد لان قال لي راه الوراق ديالك صافي راه خديتهم لك حل لك المشكل حل لي المشكل وانا زادت فرحه فهمتي ودابا شاد محمد شوف اش دار مع الراجل دابا محمد شنو جاب للراجل هذه الصراحه كما قلتي دابا حنا الصراحه راحه دابا محمد خصهم يبقاو يشكروا فيه من هنا حتى المعرض فيه سي نورمال لانه بالشوفه ديالو جاب لهم لعاب صح اللي دار تاريخ كبير في الراجل اول ما مشيتي مع محمد
اول نهار دخلت دنا عند الحاج مستقيم الله يذكره بخير. الله يذكره بخير. حتى هو تنشكره من هذا المنبر الله يطول له في عمره. تستقبلوني عادي زعما ولكن لعبت واحد عامين مزور كما مزور زوروني وانا ما عارفش راسي ماشي صافي هاد التصويره ديال السلك والعاب ما عارفش راسي انايا قال لي غادي تلعب وانا تنقول لهم باقي عندي لاجكاد انا ولا ميليم خصني نطلع انا للجنيور ولا ليسبوار هو خلينا لينا الحيمر بدا الحيمر عاوت ما بغاش يبعد الناس يرمع بلا ما عليناش داس الفتره ديال الرجع زعما لعبتي عامين تمزور ما لعبتش لعبت مع البودالي بودالي المرحوم بودالي المرحوم بوسالم عرفتي هادو كانوا علماء ديال الفئه تاريخ تاريخ كبار تبوش على تاريخ ناس كبار ناس كبار. خدموا وجابوا لعابه والله كانت عندهم شوفه ديالهم بزاف لان صراحه البودالي كنت طرا ليا شي مشكل معه وصيفطوني عند المرحوم واول مره غادي نشوف المرحوم هذه ما عمرها تنسى ليها ومرحوم تيتريني مع السبعة الصباح انا ديك الصباح جاتني بيزار صاحبي نوض مع خصني تيران خصني نكون السبعة وباقا الظلمة والله العظيم وجينا دخلنا الفيسير والدراري لقيتهم مساكين مكمشين والبرد وهادي ويجي المرحوم جا المرحوم مع عشرة راجل يمكن الفيسير لبسوا ما عرفناش حنا شكون اللي قالنا لبس مش الشرج قال لك يلا لبسوا عرفتي مع داك الخلعه مع الظلام كنت انا قلت مع هذيك لاسيونس الغد لي ما بقيتش جيت ليه مع لبسوا رجعت عند البوداري قلت له اللهم انت اخويا البوداري الله يصلح الصالح معك اخويا تماك بدات هادي نرجعوا للتفاصيل كيفاش بدات البدايات الصحيحه ديال عمر النجاري كيف قلنا بودالي المرحوم بعد رجع عند البودالي غادي تعرفوا على البدايات ديال عمر النجاري في فريق الرجاء البيضاوي وكيفاش بدات المسيره الحافله ديال عمر النجاري مع الرجاء البيضاوي ومع التالق وكذلك حتى مع المنتخب الوطني المغربي ولكن قبل ذلك غادي نتوقفوا مع الفاصل من بعد الفاصل اخبار ديكالي ديال طاريس ونرجعوا معكم رجعنا معكم مستمعينا الكرام دائما في راديو مارس تبارك الله على طاليس بلو فاليس كنقدموا له تحيه كبيره واخا احنا مع عمر الجزار هادي حمق لي الطاريس عمر فين وصلنا البدايه قلت لي وصلنا رجعتي لبسو لبسو الخلعه يوم العامين اللي دوزها مع البودالي صافي هذيك الساعه طلعت قال لي حبر صيفط لي واحد الميساج قال لي شوف عادي عمر الجزاري كان هو الجوك كاع الفئات الصغرى ميني بكادي جونيور اللي عنده شي مشكل شي ماتش كبير كيزيبوه كيزوروه كيدخلوه باش يربحوا لا لا هادشي ما كاينش ولكن لعبت عامين لعبت عام في الميني لعبت كادي ما لعبش جونيور مشيت ديريكت ليسبوار ديريكت هذيك انا داك كان محمد والمدرب ديال هو اللي خدا الامال والتحقت بالامال والموهبه بدات مع محمد فاخر اللي صراحه هو اللي ولي اكتشف انني خصني نكون مع فريق الامال والحمد لله مشينا في واحد المشوار زعماك جيد ومن هناك هذيك انا داك عامين طلعت ليكيب بروميير اول ماتش كان ديك الساعه كيلعبوا رفع الستار ياك قبل من اول ماتش بتونيت الرجاء الجمهور مركب رياضي محمد الخامس اول ماتش اتذكر ماتش اللي لعبنا اول ماتش ليا مالكي بروميير ياك لا مع الامال في الاول حيث الاماكن تلعبوا قدام ليكيب بروميير ليكيب ليكيب بروميير الجميل هو هاد الماتشات هادو واحد كيولف على الجمهور الجمهور كيعرفو كيولي صح. كيولي الجمهور هو كيفرضك راه كاين واحد داك داعش صح هادشي اللي وقع انا اول ماتش دخلت كنت رون بلاصة ديك الساعه باقي ما تندخلش كانوا الدراري قبل مني كانوا الطياره حتى هما ما كذبوش على الله ما انا الفرصه اللي جاتني انا باش دخلني محمد ما بقيتش لقته ما كذبش عليا قال لي من تاخذوني وتاخذ البلاصه ما تردوش ليا رديتيه ليا الله يعاونك صافي وهذاك الشيء اللي طرا لان انا تايق في راسي ومنين خديت توني ودخلني يمكن محمد فاخر فيها. محمد فاخر تا هو راك عارف الهضره ديالك عنده الشوفه عنده الشوفه وعنده الناس اللي تعرفهم غادي يوصلوا صافي تيركز عليهم بزاف ومنهم عمر النجاري اللي صراحه تنشكر من هذا المنبر لانه محمد فاخر من المدربين الكبار وتنحترمهم وهو اللي بيني في الواجهه ديال كره القدم المغربيه
اللي غادي نجيك من بعد، لان كما قلت لك ملي عطاني التوني قال لي عمر هذا التوني ما بقيتش باغي يرجع ليا، يرجع ليا ولا تريح فروم بلاص. ومن بعد دخلت وماركيت ليه، وهي هذيك من البدايه ديالي مشات معاه، حتى دينا ست القاب معاه، موراها طلعت ليكيب بروميان، هو اللي كان في ليكيب، في ليكيب بروميان خداها وصافي، ونادى عليا والحمد لله مشات المسيره ديالي مع أول مباراة. ما نذكرش أول مباراة لعبت، نقدروا نعيطوا للحمر هو اللي غادي يقول لنا أول مباراة. الحمر هو يقول لنا اسم المباراة، هو يقول لنا اسم المباراة. صراحة تنشكروا الحمر يا خويا، اش نقول لك؟ خويا الصغير أخبار ديال الدنيا عنده، عنده كيفكر ديالك وديال الناس وديالو وديال كل شيء، هذا لا ميموار عنده تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وزكريا كيعقلوا مزيان، زكريا راه كيبدا معاك من يعري هو غادي مي كاين اللي جميله عمر، حنا كنهضروا على لاعبين كبار، بوشروان، حيمار، قاسم، ميد، فامي، لاعبين كبار اللي دازوا في الرجاء مستودع، كلهم عندهم اجماع على ان عمر النجاري عالم ديال الكور. دابا هادو راه لاعبين كبار، لعبوا في اونيفو واحترفوا، مي في بالهم دائما الا كان عمر في نهارو ربحوا. انا نقول لك هادي ما عمرها تنسى ليا، حتى هادي نهار مشيت للكوكب مراكشي في الدوزيام ديفيزيو، كان طار هو الرئيس ديال الفريق ونادى عليا وتقبلت الدعوه ديالو ومشيت للفريق كوكب مراكش. اول مباراه غادي نجريها مع بني ملال، وبني ملال تتعرف هذيك الوقيته انا داك كانوا لا ماشي بني ملال، بركان بغاو يطلعوا هذاك الماتش، وكان هذيك الساعه انا داك كان طير معهم حسن الطير، حسن كان قلا كان بيتور، وكانوا فرقه عندهم. وانا طارج عندي في السيمانه تقول يا عمر هذا الماتش راه خصنا نربحوا، ما عليناش لعبنا مسكين رامسيس هو الاربيت اللي ضربات الكره مسكين، ولي كان لاعبني الاربيت. والله ما نكذب عليك اخويا عادي في الماتش تقول يا الله الله اخويا عمر تطربني هذا الاربيت، والله العظيم ما نكذب عليك، تقول يا عمر اخويا تطربني اخويا عمر، قال لي ملي خرج باغي الاربيت كتفرج تنفرج لاعب وتيتفرج، قال لي شحال هادي ما شاد الكره عمر، مي ما عليناش مي غادي ندير لهم بلاصه ويجي عندي بزاف، راه ماشي راه بزاف اللي كيقولوا هذا، ويجي عندي جي عندي الاربيت يجري، قال لي سلم عليه، قال لي الله تبارك الله عليك زعما كورتك بزاف زعما. وهذاك الماتش ربحنا جوج لواحد وماركيت جدو بسمة على بركان، على على بركان. وأول ماتش ليا مع الكوكب زعما تنشكر من هذا المنبر تاع الجمهور ديال الكوكب زعما جمهور غافي زعما كبير ودواق دواق 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 فنان فنان زكي داكور. عمر يمكن المسيرة ديالك، يمكن حنا معنا سي زكي السملالي أنه بغي يقول كلمة في حق ديالك، قال لك والو دابا نقول كلمة، ندوزو معنا سي زكي السملالي والو. خويا زكي وي عمر صباح الخير علي، هادي فيتو هادي لاباس بحال بحال. شوف عمر عمر ها عمر علي الكره عزيز عزيز، وهادي المسكين دايز معاه وصافي راه دايز معاه. ماشي نقول لك انا غادي في الطريق الرباط وما يمكنليش ما نهضرش، لان عمر تنظن ان عمر في لا لينيه ديال لي غران 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 جوور دو الرجاء. ميرسي ميرسي بيتشو بيتشو بكار، ميرسي سي زاك كبار دورمي، ميرسي ميرسي داك سميتو عبد الرحيم حمراوي، حيت ماشي غير اللعاب ديال الرجاء كانوا القلب ديالهم رجاوي، هذا هو الكوردينات. وانا عندي عندي واحد امتيت انيكدوت، لان عمر ما قلتش يعاودها ما تهضرش على المشوار ديال كان كبير كان كبير. انا عمر كان مشى تنظن شي يامات الامارات ولا هذا، كان هو زكريا وجا عندي سعيد الصديقي ديك الساعه، انا كنت انا داك جا عندي سعيد الصديقي، جا عندي انا حيت قال لي سعيد شوف زكي انت ولد الدراجه غنهضر معك انت ما نهضرش مع هذوك الكوميتي، نهضر معك انت غتفهمني، قال لي اجي الصباح شوف عمر وديك الساعه انت غادي غادي تقرا. مشيت انا تفرجت في لونطريمون ديال كنت تريني مع سعيد الصديقي في الامل، وتنشوف السيد عمر باقي طيب هذا اميدي شت لونترينور كان واحد ان فرونسي ديك الساعه، مي قلت له فوالا لاج ديالو هذا يجوف داك الفرنساوي تيبدا يقول لي لا شوف قلت له هذا الدري يدوا جوي ولا غنمشي بحال هكا في جوج تخيروا، اما الدري يجي يديروا ليه انيسي ولا نمشي بحال هكا. بيان سور لا سويت راه معروفه، دار 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 انيسي وبالنكته ان عمر في الفيستير ماركابيت
ما اسفي ما اسفي. وفي الفيستير عمر ضال عند لونترينور قال لي سيكي لو فيو. بارك الله عليكم. الله يحفظك. ميرسي عمر باقا محتاجك الرجاء باقا. ميرسي. شكرا سي زكي. شكرا شكرا شكرا. راك عزيز سي زكي. ميرسي ميرسي سي زكي. العلودي وخرج قبل ما نمشيو للعلودي نحيدوا علينا الحيمر. والله ما حيدناش الحيمر غزالي. رضوان صباح الخير. السلام عليكم. اش بغيتي يا رضوان؟ اخويا يا لطيف يا لطيف. مرحبا. انا كنشكرك اخويا عادي اللي كتعطينا فرصه نتكلموا. انت ديما تتكلم يا حيمر. فين انا نهار ما تكلمتيش؟ لا كنتكلم على العزاز. وي عندك الحق. الله يحفظك. عمر الصديق ديالي وسنين وتقاسمنا. انا كذلك اخويا الحيمر. فهمتي كنقول لك حاجه اللي عجبتني اليوم قلتي عادي هو اليوم كنتي موافق هو قلتي عليم. عليم كاينه حيت قلت لك واحد النظر قلت لك ماشي تجي يقول عليم صار يقول الرياح يقول التيمومي هذه اللي على العلماء فهمتي. كنقول يعني عمر دابا حد الان دابا ما بقيناش شفنا ماشي لاعب بحال عمر يعني نظرات الرجاء ما خرجتش لاعب بحال عمر متولي. نعم متولي اللاعب بيجي ولكن ما فيني باش وصل شي واحد عمر باقي الان حتى الان ما وصلش شي واحد عمر لان عمر الان عندك ديرني باس ويعني لعابي كتجي يعني قبل ما تجي الكره كيعرف اش كيدير يعني الا سولت عليه باصير ونزير وجناني اللعابه كثار تبعو برعهم هو بقى عرفت شنو باش تبعو سولهم مباركي حتى هو مباركي كانوا كيديروا لابيت يلقى واحد واحده صافي غير دير لابيت تلقى واحد وي والله العظيم الى عدته مهاجمين يعني تالقوا. باش نقول لك الحيمر حتى الغريسي منين جا في 93 94 بدا تنعطي لك وراه واحد لقيتها تيقول لي مابقاش تعطيني اخويا صافي بارك عليك. بارك عليك. قال لي والله الا قال لي قال لي شوف عمر كان دابا كيكون شي مهاجم كيقول انا هاد السنه شحال غنشجل من هدف عمر كيقول لك شحال غندير من تيبو في العام. وكان عمر دابا حاج الحوايج الا ما داروش الماتش عمر يبتيبو كيضربها لك من هنا ويدوز لها من هنا عزيزه عليه شوية باش ما نشدش لك الكلام كثير وخلينا نتكلموا. انا نعاود على القصه ديال احسن هدف سجل في الرجاء اللي كان في مارك بحال ميسي ومارادونا في 2005 مع مكناس. مع مكناس لا ما كيتنساش هذاك الفيديو. شويه نهار اثنين شي تدريب قال لي قال لي لا تيجي اوسكار اوسكار ما كاينش حتى الحمي عاوتاني كتي ثلاثه اش غدير من التدريب قال لي لا تيجي اوسكار قال لي اربعه عاوتاني عيط لي راجي قال لي لا الخميس راه ما مشيتي حتى قلتيها الحمر يعني. وشوف جا مع اوسكار وجا مع هي هذه جا مع اوسكار مع الخميس رينا عرفتي نهار السبت قلبوا من الصابر قلت لها تيجي دير قالت بقى تيجي دير تيجي مع اوسكار وتبقى اجمل هذا لانه من السانتر عرفتي اش دار قلب كل شيء لا شقة عرض توصل مقصر ويشير اشوف هذاك البيتا حمر اما كتنساش هذاك البيتا رضوان يلا دخلنا اللي شوف مو وكنا تنسخنوا مورا بورتو حيت كانوا الامال لاعبين منين تنسخنوا وينوض واحد المكناسي تيعير والشيباني واعطينا التيساع واعطي الفرقه التيساع منين مارك بقيت عاقل على داك السيد منين ضربت البيت وانا نمشي عنده قلت لي شيباني ولا شيباني قال لي برافو عليك والله يلا برافو والله الله يحفظك خويا رضوان. ميرسي خويا حيمر. الله يحفظك. شكرا شكرا وشكرا لرضوان الحيمر لان من الناس اللي وقفوا معايا باش جبنا عمر النجاري انا وياه مضاربين مع عمر ولكن اكثر هي الحيمر. حيمر تيجي عندك قلقه عادي راه ماشي ساهله باش تجيب. وي الله يحفظك خويا رضوان. تبارك الله عليك. ميرسي حيمر. واخا ناخذ سفيان العلودي. سفيان صباح الخير. السلام عليكم. واكي داير خويا عمر؟ شوف راه عمر كنتي في التيران كتلعب مع اون دو راه انا اون دو معاك لا هاك ورا كتجاوب كنجاوبك في البلاصه زير معاك. علودي ما لعبش معاه بزاف. علودي شوف حق الله العظيم اخويا عادي وحق الله العظيم شي ملي انت هذه كره تعيط لي لك تيغ تعيط الحيمر ما غادي يخليك بوحدو كي بوحدو راه كيعاود كلشي كاع اللي مخبيات يعاود وياه كيعقل سبحان الله العظيم كيعقل بزاف لواحد الدرجه ما تتصورش شي حاجه طرات في التريبيون غيعاودها لك ولا حاضي ولا شنو بزاف وياه تبارك الله بزاف حتى كتماركي وكيقول لك
مشي ملي ماركيتي واحد خينا في التريبيون عطيتي طلع على وجهه خويا حيفر عمر خويا كيف بقيتي صافا صافا الله يحفظك اخويا علو والله يطولنا عمرك الله يبارك فيك اخويا صافا انت بخير والله الا بخير اخويا الله يخليك اخويا كي داير مع دوك الناس هذا الامور مزيان بعدا وانت شكرتيهم انت شنو الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك اخويا لا لا ما لقينا منهم غير كل خير الحمد لله الحمد لله غير هو باش تعرف باش تعرف القيمه ديال عمر اخويا عادل انا لو نكون اونترينر نجيبو دابا اللعب دابا اللعب اللعب دابا 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 يلعب بحال من عندك ندخلو للطيران يلعب من عندي ميرسي ميرسي هو المورال عمر نجاري مورال صح الا كان المورال يلعب اليز لا بزاف راه شوف راه الفورما باقا راه يسيني دابا ما كاينش مشكل ما كاينش المشكل والله ما كاين المشكل الله يحفظك اخويا الوقت اللي سيني الوقت اللي سيني الفراجه ما كانش عمر ديك الساعه ما عقلش ولكن وحق الله العظيم انا في الكاره والناس ديال الكاره بزاف الناس لعابه ديال الكاره قدام البليك ديال الراجل شي حاجه كيقول لي سعدات كيعرف شي غتشوف عمر وحق الله العظيم كيبداو بعمر هو الاول وياه من هذا المنبر تنعطيهم التحيه للناس ديال الكاره وحق الله العظيم عمر كانوا كيقولوا لي كيقولوا لي بلي نهار نطلع معاك للكار ان شاء الله ويلي مرحبا عتي رفيسه اش غدير ياك ما عنديش ما رفيسه اللي بغيتي نديروه الله يحفظك الله يحفظك كل شيء ديالك الله يحفظك الله يحفظك ميرسي وحصل لي الشرف وحصل لي الشرف ميرسي مع واحد العام ولا عامين هي مع هورني ميشيل تاورني ميشيل تاو لعبتي مع روماو مع روماو مع روماو عمر من الناس اللي من ما نقولوش من العشرات ولكن نقولوا من الناس اللي كيفكروا اكثر منك واش فهمتي انت الا فكرتي هو غيفكر اكثر منك حتى هو بقى ما وصلتش الكره عند عمر انت كتقول ملي غتوصل عند عمر انا راه غادي نمشي هنا وانت ملي كتمشي كتلقى سدات كترجع للجهه الاخرى وعمر فكر فيها سبقك انت مشيتي تما هو عطاها لك البلاصه اللي مليحه هو عارف هذيك البلاصه راه غادي تكون مسدوده ما غاديش تمشي انت تما اللي لعب مع عمر وما استفدش مع عمر ما لعبش الكره اللي لعب مع عمر وما احترش ما دار والو في حياته كلشي احترف كلشي احترف كلشي احترف مع عمر لا وحاجه وحده الا شي نهار هذه الا شي نهار وانا ما كنعقلش على هذا النهار هذا ولا ما داش الا شي نهار عمر ما كانش مزيان راه لي زاتاكون كانوا زرقين تبارك الله عليك تبارك الله عليك اخويا سفيان ميرسي ميرسي الله يحفظك سفيان ميرسي تبارك الله عليك كنتمنى من الله كنتمنى ان الاولاد دابا اللي تحت الاشراف ديال عمر انهم يستافدوا ان شاء الله لان عطاهم واحد الفورتونيتي انهم يتريني بهم واحد السيد هذا اللي غادي يعطيهم بزاف ويعلمهم بزاف هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين ويستافدوا بزاف هادي مسؤوليه اخويا سفيان ماشي مسؤوليه ليك عمر اليوم هما لا اليوم هما اليوم يستافدوا خصني نوصل لهم حتى انا داكشي اللي عندي الباجاج اللي عندي خصني نعطيه لهم لان ماشي ساهل باش ان واحد خينا كتبغي الكره راه كاين فرق بين انك تبغي الكره وتكون الكره تتبغيك الكره راه كتاكل العصا ولكن اللعاب من الناس القلال في العالم اللي ما كانوش كيعطيو الكره للعصا هو حنين عليها كتجاوبوا تاهي حنينه معايا تاهي حنينه معايا الله يحفظك لا يحفظك اخويا سفيان ميرسي 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 سفيان الله يحفظك شكرا تبارك الله عليك سلم على الناس ديال مراكش ميرسي ميرسي سفيان دميعي والزبدي والدراري كلهم الله يحفظك ميرسي سفيان انا كنعقل على الماتش ديال الديربي رجا واك وسفيان كانت الوداد رابحه في بريمير ميطا وسفيان دار ماتش واعر وما ماركاش تدخلتي دخلت الماتش كله تقلب تلمارك نجدي كنت عطيتها نقوم ونقوم نقوم عطيتها لي ما رجعت لي لا نقوم رجعت لي هي فاش عطيتها نقوم سونتراج عمر كملها باقي عاقل على ذاك الماتش كان معنا روما ونيت كان روما يمكن هذاك هو اول ماتش داز في راديو مارس اون ديريكت من الماتش اللي تأسفت عليه انا ما الوداد نيت وصراحه تنقول هاد الناس خليتهم منهم الله اللي صراحه هذا النهار ما يتنساش ليا لانني حبس هي الحبس المشوار ديالي مع فريق رجاء البيضاوي كنا خسرنا مع الوداد غيكون في خبر الحيمر وخربوش اللي كانوا هادو في الواجهه وقال لك بعنا الماتش وهادو
وهاد الناس اللي قال لهم الله يسمح لهم صراحه انا كثروا الهضره كعارف كثروا الهضره كثر الهضره انا هذيك هي اللي خلاتني انا نصافي نحبس كره والحمر وخربوش رجعوا يترينوا مع الفريق ديالهم انا قلت لهم لا صافي انا بارك زعما الناس اللي ظلموني وفي معانا في المكتب ودابا راك عارف كانوا الكره هي هذه لا باش يحيدوها منهم خصهم الاسقاف واسقاف الناس اللي غيورين على الفرقه ديالهم وتيبغوا الفرقه ديالهم من القلب ديالهم ما نكذبش عليك انا الراجع عشت فيها والحمد لله دارت لي بزاف الحوايج ومستقبلا والحمد لله ما نقدرش ندير هاد الحوايج اللي ترجع لك بالندامه وتبقى في حياتك ديما تبقى تفكرها والله يهديهم هاد الناس اللي زعما ولكن دون تو لي كا يمكن الجميل يمكن باش تلقى واحد ماشي اجماع ما نقولوا الناس كاملين اللي في الكوره معاك ضدك كلهم كيهضروا على نفس يمكن لعابه الوداد الدراجة اللعابه ديال المغرب كاملين الكل غير كتجبد عمر النجاري باين الجواب عليم علاش لان كيف قال سفيان كنت حنين على الكوره هذا هو عند كلشي بالرالونتي بشويه ولكن بشويه لعندك كاينش كاينش الغموض خلاص كيما خلا روما قال لك انت يكون جاي عنده البالون تيبدا يترعد فهمتي تيبدا يترعد تيقول لك هذا السيد لا وصل عندي البالون عارف كاين شي حاجه ويمكن كتفكر اكثر كيف ما قال سوفي كتفكر اكثر من هذوك اللاعبين يمكن التجربه حتى كيما قال لك الراجل اللي لعبتي فيها عمر خديتي من علماء كبار صح نورمال صح كانوا لاعبين كتشوفوا ولكن هادشي كان معايا الباجاج كان معايا بوحدي زعما من المينيم كادي جونيور هادشي ديالك ديالي زعما ماشي انني توصلت ليكيب بريمير ستيل من عند الله سبحانه وتعالى كان الطريقه ديال عمر الجزائري وراه من الصغر كانوا في الدرب من الصغر كنا تلعبوا ثلاثه بوطوات ولا خمسه تنشدها من بوطو تيعطى لي قلب الاول ثاني ثالث قلب الغارديان ندخل بها ونجيب عليهم السنتر رجع يمكن حتى القاضي ديال البتي بون يمكن العالم ديال البتي بو هو سعيد الصديقي البتي بو تنشكرو من هذا المنبر الجزائري لان سعيد الصديقي كما قال لك زكي السملالي الماتش اللي غادي يتفرج فيه زكي السملالي جا وجات واحد الكفره حدا كاري دي زويت وضربتها بليك سيريو ماركيت قال لي من هذه غادي دابا تمشي ترجع الراجل والله العظيم وزعما حتى سعيد الصديقي ضارب عليا بليك سيريو وقال لي سعيد الصديقي مسكين قال لي خاصك ترجع الراجل تعاونك وفعلا رجعت ولاد الراجا اللي كيغيروا ورجعت وكما قال لك كان سلامي والمدرب فرنساوي كان ما تيبغيش يدخلنا تنتريني مزيان هادي ما تيكونفوكينيش الماتش ديال اسفي ما عرفت كيفاش هذاك النهار انا قلت صافي ما يكونفوكينيش سيت لونطريمون شي شي فحال حتى تيقولوا لي راه مكونفوكي هو كيفاش لا راه تكونفوكاك مالي انت سال العام نعاود لك سال العام ويجي عندي والله العظيم قال لي اسمح لي كنت غلط فيك بزاف والناس يعاودوا عليك شي هضره زعما هذا هو لو بروبليم هذا هو لو بروبليم زعما كبقى فيا الحال قال لي زعما محترم تحضر في التدريب ديالك ما عمرك سمعنا منك شي حاجه ما عمرك جيتي عندي واجهتيني تكونفوكيتي ولا ما تكونفوكيتي ما تتهضرش تتمشي بحالاتك مي قال لي هاد الحوايج فيك وهاد الناس يقولوا فيك هاد الهضره الله يخلصهم حتى هو قال لي الله يخلص الناس الله يسمح لهم وصافي وداك الماتش ديال اس في ماركيتي فيه في بريمير ميتا دوزيام ميتا بقى شي 10 دقائق دخلت في ربع ساعه بقى شي 10 دقائق الكره الاولى غادي ندخل والله ما نكذب عليك الكره الاولى مع شكون اللي عطى لي خويت عليها واحد ديال اس في ويطيح وما ينوض الجمهور هذيك باش درت المورال هذيك درت المورال صافي فاش طاح كل شيء جات الكره الاخرى كان هذاك كابيتان ديالهم مصداق عنده المستاش وداك الشيء ما علينا ضربت لي من هنا ماركيت كان عبد الصادق معاهم هذيك الساعه كوحه حتى هو كان معاهم وانا الماركه موراه جا سلم عليك كما قال لك زكي السملالي جا المدرب تيعتذر وهادي حتى الاخر العام ويقول لي هذيك الهضره قال لي ها اللي كاين ها اللي كاين الله يسامح الله يسامح الله يسامح يمكن قلنا على بتي بون اللي قلتي لي تنكونوا لاعبين مع دراوا دي زافريكا شي ماتش ولا هادي دغيا تيكون قدامي انا وراه تنقول له شحال بغيتي من بلاقه دغيا شحال من واحد بغيتي اليوم عارف بغيتي تاول مع عمانيه تقول لي ثلاثه بغيتي ثلاثه وتنخرج لي ثلاثه ها سعيد ها وحده تنعيط لي ها وحده ها الثانيه
حتى تنكملوا تنقول لي صافي نزيدك الله. سعيد حتى هو من الناس اللي زعما صديق وعزيز والقلب بيض واي حاجه بغيتي تعاونك فيها حتى هو تيبغي الخير للناس. الدراري كلهم تيبغي الخير للناس. اسره اسره فقط. اسره كنا اسره والله العظيم زعما اوسكار ايامات اوسكار زعما كانوا كنا بحال الخوت سبحان الله العظيم. انا الميساج ديال السي نور الدين اوسكار شنو كيمثل اوسكار بالنسبه لعمر الجراح؟ اوسكار هو المدرب اللي شوف شوف الشيء اللي رجعني للميادين هو هذا مكذوب على الله حرام خصنا نقولوا الصراحه. انسان اللي جا قدر يكون شاف سيديات ولا لي كاسيت جيبوا لي يا عمر جيبوا لي يا عمر قال لي اشنا هو لو بروبليم ديال عمر جيبوا لي نحلوا معاه. ما انا كنت تنسى الفلوس ريحت منين جا اوسكار عيط لي عيطوا لي الاداره مشيت قلت لهم صافي اوكي تسمح لي اخويا عمر عندنا الفاصل والموجز الاخباري ومن بعد نرجعوا ونهضروا على اوسكار اوسكار فيلوني والمكانه ديالو كيعيط عليه المرحوم هو عمرو طويل الباس الخلعه غادي نعيطوا كذلك السي المرحوم يقول لنا كلمه مرحبا ولكن قبل ذلك مع النجم الكبير ديالنا اليوم واحد من العلماء ديال الكره عمر النجاري غادي ناخذوا مع طريق الدروري غير فاصل الموجز الاخباري ونرجع معكم مستمعينا الكرام. رجعنا معكم مستمعينا الكرام دائما في راديو مارس مع النجم ديالنا الكبير والضيف ديالنا الكبير اليوم السي عمر النجاري. السي عمر كاينين بزاف الناس اللي باغيين يهضروا واش غنديروا ندوزوهم هما ليلى مرحبا ندوزوهم هما الاولين نبداو عندنا المرحوم فهمي سعيد الصديقي وغسالي وجهي فرقه ومدربين وخلي على الله صافي الصبر وصافي نبداو بالكبير الكبير ونمشيو نبداو فين هو سعيد واخا المرحوم ناخذ السي مرحوم اهلا وسهلا صباح الخير صافا الله يحفظك كي داير الله يحفظك كل شيء مزيان الله يبارك فيكم الله يجازيكم بخير لاباس الله يحفظك وي سي مرحوم كي داير الله يبارك فيك صحتك الحمد لله الحمد لله ولينا الشرف كنسمعوك الله يحفظك الله يحفظك راك عزيز انت هو هذا الراجل حتى هو اللي كيعطينا هاد الناس اللي فطار صح صح تنشكرو نشوف بحال بحال عمر ولا بحال عبد الرحيم ولا بحال الكوينيني بصح بصح عمان ولا بحال بهيجه ولا بحال حلوه بصح بصح يا سلام يا حسره على هاد الناس هادو الله يحفظك السي مرحوم شكرا شكرا انا لي الشرف لان خدمتي معايا وخدموا معايا خوت اياه 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 وانا السي المرحوم خدمت مع كانر واحد ها السي المرحوم انا نهار واحد وهربت خدمه عندك صعيبه يا خويا كي نهار الترفيق اللي بغى يخدم معك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك السي المرحوم الله يحفظك راه تجبدوك اخويا المرحوم لا انت لا البودالي ويا اسماء كبيره السي المرحوم تقطع مع المرحوم سعيد الدخي سعيد عادل كي داير الله يبارك لك عادل كلشي وهداك صافا الله يبارك ها هو راه يلاه جبتك عمر هاد الصباح صبح عليك الله يبارك سي سعيد عمر ولدي اسا عمر صافا بخير اخويا كي داير العزاله كي لاباس كلشي مزيان الله يبارك فيك راه واخا ما عايش لك راك عزيز اخويا سعيد عمر في القلب اخويا الله يحفظك الله يحفظك كي داير عادل اخويا اش نقول لك اوي احمد مش عايط اوي ياك شوف عادل اخويا سعيد أقول لك واحد حاجة أنت كنت جبت هاد اليومات قتلتيني بالدراري اللي عزفت عليا ياك السلامي سميتو خالد عمر هذا ثاني شكل ثاني عمر أش نقول لك أنا الآن في المغرب باغي يخلق عمر ما بقاش الله يحفظك أخويا سعيد تخلق بالله الله يحفظك أخويا حنا لعبنا كورة بصح 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 ولكن جا عمر بحال خرج من شي بلانيت الله ديال النجوم الله غادي الى خرج من بوين ديال النجوم بالله الحمد لله تبارك الله اخلاق اداب غير ما جاتش من القرايه لا بوالو جات الاصل ديال التربيه التربيه وهذا والكره ديال عمر راه بوحده وكيف باش رجع الله يحفظك اياه اياه عندي هذاك ذاك يستنى لي والله الا حرك فيه شي عظم امين عمر كي داير عمر عمر مازال يعطي عمر اللي تيشير يا عمر كتعرفني زكي راه ما انا راه كنبغي نراجع وقيله بزاف 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 كذلك عمر يعطيها لوبي ما عمرو يكون ناقص ولكن تقيسوا عليه تقول ايه شاي وسلامي ما يبقاوش يلعبوا من الاول شويه بشويه تيولي صح وفعلا داك الشيء اللي كان علاش
مؤثر ما كيكون مكون راه كيكون عارف الخبايا ديال 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 اللاعب اللي يرتاح بحال دابا ناخذوا المثال حنا مثلا دابا ديال ناخذوا سواريز دابا في برشلونه وسواريز دابا ايريكي راه ماشي اللي ان طران دو بغولي هذاك الدري راه خصو يبدا بشويه راه 6 شهور من العام بصح هادشي الوقيته اللي يبدا يلعب سواريز لا ميم سوز هاد الوقيته عمر ولا كيلعب تيتولير لا هو اللي كيعطي لا باس هو اللي كيماركي هو الحمد لله راه ماشي تيجانا راه بور ما راه عمر الجري راه احسن من جيرات ومن تيجانا من بلاصين راه احسن منهم كاملين الله يحفظك اخويا الله يحفظك عمر كون كان عمر شهب الله يحفظك اخويا سعيد الله يحفظك شكرا الله يحفظك ابو سعيد يحفظك ميرسي ميرسي عادي العمري راه كي حتى هو خدم دخلوا لك الخانه ديال ماشي عالي الله يحفظك ابو سعيد ما عرفتوش انا كيفاش هذه البرمجه ديال لا لا برافو عليه برافو عليه ما عرفتني صنع تبارك الله عليك اخويا سعيد الله يحفظك اخويا سعيد مع الوليدات اخويا سعيد الله يحفظك ميرسي الله يحفظك ابو سعيد شكرا شكرا حبيبي شكرا ناخذوا عبد الله فهمي خويا عبد الله السلام عليكم كي داير عبد الله كيدير بارك كي سمحتي كلشي بخير الله يحفظك خويا عبد الله الله يحفظك الله يحفظك ها هو شتيه ها هو اه شتوه باغي تخلى اليوم باغي ها هو طاح راه من اعز الاصدقاء تاع عبد الله وهي كبيره العبد الله عادي كيفاش شديتيه بعدا والله وا تيسير الله معايا هذاك الزنزان ديال رضوان ديال الحمر بقينا دايرين لي اون دو ودي زوت هذا ده الله عرض لي ما عرفت كيفاش عرض لي الحمر قال لي ضرب واحد الطاجين وجي لينا الله يرحم والديك ضرب على الطواجن الطواجن الحياة مرة معروف الزالي على الكبدة التوازن جوع قديم جوع قديم جوع قديم هو الخلاص ديالي تيصرفوها طاجين والكبدة داكشي ديال البرج اوكي يا رب صافي عبد الله بخير سي عادل كنشكرك بعد على هذا البرنامج الله يحفظك خويا عبد الله وحسن لينا الشرف ندوزو في هذا البرنامج ديالك مرحبا اخويا عبد الله واليوم شتي لينا واحد اللاعب كبير هو عمر النجاري اللي عطى الكره المغربيه كثير وفريق الرجاء البيضاوي كان عنده ذهب في رجلي هذا اللاعب واخا ما احترفش ولكن الحمد لله كانت عيون اوروبيه لكن كيقول لك الاقدار بيد الله اللي ما مشاش لاوروبا وكان يستاهل يمشي لاوروبا عبد الله هو راه عينيه خضرين راه ما عرفت كيفاش ما شافونيش مزيان عرفت كيفاش هاد اللقطه كون كان شايف قال لك سعيد قول راه واخا كوك عينيه خضرين وتبوغيصا كان هو صديق ديالي بصراحه اللي دوزنا شي كثير مع الفريق الرجاء البيضاوي ولا خارج فريق الرجاء البيضاوي اللي كنا كنتشوفوا كل يوم مع عمر كنتمنى ليه مسيره موفقه ان شاء الله في التدريب ديالو يا ربي امين وكنطلب من فريق الرجاء البيضاوي اللي يعطيو سي عمر اكثر من هذيك المنصب اللي فيه هو لانه يستاهل لانه يقدر يعطي اللاعبين اكثر وكنشكروا بكاع الفترات اللي دوزتها مع الفريق الرجاء البيضاوي انا وياه كنشكروا على ديك الالقاب وعلى السيري ديالو اللي كان في الملعب وهذا شرف كبير لينا ميرسي اخويا عبد الله في عمر نجار اما هذا المنبر غادي نشكرك وسلم لي على الوالده وقول لها والا بدا طيبنا ديك الدجيجه قلت لك الدجيجه عادل وي كان يقول لي بحال كنخرجوا من لونطري يقول لي الوالده دايره داك الدجاج هذا هو اللي فيه السر المعلم واحد المره اوسكار كان المهم كنا في واحد البلايص لا ريستورو كنا تنتعشاو هذه يلاه كنت باغي نعاود حيت باقي غادي نهضر على اوسكار مي جبتي انت يا مزيان هو يجي عند انا وعمر ويقول شوفوا واي لا خلاص الفرقه راك انتم هو صافي ماركه عمر وماركه ربحنا بثلاثه لواحد وياه شو سبحان الله العظيم شو المورال هذا هو البوان فور ديال اوسكار غادي نعاود لك على اوسكار لا مدرب كبير ولكن الكره ما نصفاتوش وسيرته هنا في المغرب
كنتمنوا من المسؤولين يشوفوا في الحاله ديال الغربه يمكن احنا كيف قلنا لي زانغا هذا هو لو بروبليم اللي عندنا لان اوسكار فيلوني حشومه يكون في الوضع اللي هو فيه دابا بصح حشومه يكون حتى في ديك ليكيب اللي كاين فيها هو مسكين دابا لانه هذاك السيد لو كان يستافدوا منه الناس لو كان يعرفوا الناس الكره يخرج لهم لاعبين كبار بصح ما يدعوش ما يدعوش كيجي هو ما كيشوفش اللاعب كيشوف لي جون بعدا وكيلوح لك واحد الخمسه ولا الربعه انت استفدتي صح وكيجيب بهم الالقاب وكيجيب بهم الالقاب منهم عادات كيقول لك نتسنى نبني فريق نبني يلاه لا ما كاينش داك الشيء هو عنده وكي حقق القاب وي وي هذا هو لو بلوس اللي كان عنده خير في مختار شكرا شكرا اخويا عبد الله ميرسي شكرا شكرا لكم التوفيق يا رب العالمين باقي حدا البحر الله يرحل ابقى حضين بحال الله يرحل راه جمع لي الناس والله يعاونك الله يعاونك خويا عبد الله ميرسي خويا فهمي واخا واحد واحد صحيبك سيمو. لا 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 عندنا زوندارم 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 مولي غير شدوني انا وياك ودادي هذا ودادي قبل سعيد الو وي خويا سعيد احترامتي في سعيد كي داير الله يطول لي عمرك كلشي بخير اخويا انا في غايه الفرور لاول مره كنهضر في الراديو من حياتي ما كنبغيش ندوي مرحبا رياضي ودادي بزاف سابق باركي سابق داراكي سابق غير انا اللي بغيت نشير لها في عادي اولا كنشكرك بزاف مرحبا حاجه اللي بغيت نشير لها ما غاديش نهضر على المستوى ديال البرنامج وما نهضرش على المستوى الكروي ديال سي عمر كنقول لك كنبغي نعرف المستوى ديال ديال الجميع كيفاش كيتصرف مع الناس كيفاش كيتصرف مع الوالدين ديالو وي الحمد لله مرضي الوالدين عشت معاه واحد الضربية وأنا كرياضي ووالدي أعتز بأنني يكون عندي صديق سميتو عمر. شكرا شكرا سي أنا ما نكذبش عليك راه أنا في غاية السرور بحال وقيلا اليوم شي ربحة أخرى. الحمد لله. مرضي الوالدين. مرضي الوالدين تلقى معاه تربح. تدوي معاه تربح. تلعب معاه تحترم. تربح. الله يحفظك. الله يحفظك. أنا كنبغي دابا الكواري اللي عندنا في الدار البيضاء يبداو يعيطوا لي يجيبوا الملاعب ويوريهم دوك النقيطات. الله يحفظك لا لا يحفظك. اللعيبات. لا ما نبقاو نجيبوا المدربين وهذا غيوري مع داك الضحك الله يحفظك الله يحفظك اخويا سعيد الله يحفظك ابا سعيد شكرا كنشكرك في هذه الاحتراماتي ميرسي ميرسي اخويا سعيد ميرسي ميرسي اخويا سعيد ناخذوا السيمو السيمو اهلا وسهلا اهلا مرحبا سي عادل كي داير خويا اسمع محمد الله يحفظك سي عادل وكنشكرك بزاف على هذا البرنامج مرحبا مرحبا كتجيب لنا فيه لعابه كبار مرحبا ومن جبتنا اليوم عمر هذا هو العنف الكبير ديال البرنامج الله يحفظك اخويا سيم كيداير عمر كيداير الشباب الوليدات كلشي بخير الله يبارك فيك اخويا سيم اخويا ما تفضلش عمر ما تفضلش في الكره الله يحفظك لا اختك اللي ما شافش عمر ما شافش الكره ميرسي 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 اخويا الله شوف بحال اللي عطيه شي بوش وما عندوش البيمبي والله الا فكرتيني سي محمد في السوقان والله العظيم تيلمو عمر نجاري كان عليم وبشويه وثقيل تيلمو في السوقان ديالو كيطير ياك اسمع اويلي 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 راه ما كيبغيوش يركبوا مع الدراري كيحفظ عفطه وحده عفطه وحده عفطه وحده شوف عنده عفطه وحده في كل شيء في التيران وفي الطوموبيل الله يحفظك السيم التيران وفي الطوموبيل عنده عفطه وحده الله يحفظك اخويا واش شنا مع كره ولعاب كبير ولد الناس ولد الاصل والطيب الانسان اللي خالوق وطيب الله يحفظك خويا اسمع وياه شفا ديال عمر انا وياه لا هو لا عبد الله السلجي اللي كنحييو من هذا المنبر هذا غير كان كيسمعنا بصح الله يحفظك خويا اسمع محمد الله يحفظك الله يحفظك خويا اسمع محمد شكرا 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 واخ خليونا نرخفوا علينا شويه خليونا نهضروا مع السيد شويه واخ نرجعوا الاوسكار اوسكار فيلوني كيف قلنا ان بلس اوسكار فيلوني يا عمر يمكن في المسيره صراحة. ديال في المسيره ديال 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 عمر النجاري اوسكار كانت عنده لمسه مع عمر بزاف بزاف انسان زعما ما نقدرش نوصف لك ليه لان صراحه انسان عقلانيا بعدك كيفاش تفتح لك حياتك فهمتي كيفاش يوجدك كيفاش انت تقول انت غادي نجي للماتش باغي نلعب باغي نعطي داك الشيء اللي هضر معايا عليه مي صراحه انا منين جابوا اوسكار كما قلت لك
تفرج لي سيدي ولا معت لي كاسيت موراها قال لهم هاد السيد مالو اشنا هو المشكل ما انا جيت وشرح لي قال لي ما كان معنا الترجمان وفوالا شرحت لي الموقف ديالي وقال لي هذا هو المشكل قال لي هذا ماشي مشكل قال لي بحال هكا قال لي واش تكون معايا راجل قلت لي انا واش تكون معايا انت راجل بهذا المفهوم زوينه انت تكون معايا راجل وانت اللي يكون معايا راجل قال لي انا غادي نكون معك راجل قال لي شنو المشكل قلت لي قضيه الفلوس المسائل قال لي ضربهم على حساب ما تكون معايا راجل وفعلا بدات المسيره ديالي معاه اكثر من هالشيء لان في التدريب ملي تندرب تنسالي انا لونطريمون تعيط على بريباراتو فيزيك يتريني بيا في العشيه باش يوجدك يكون يكون براي واش هذيك الساعه يلا رجعت من البلاصه مع 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 اوسكار درتي ماتشات عالميه بزاف بزاف لان داك الشيء اللي كان عندي اش اللي كان خاصني فيزيك ملي كتكون فيزيك تكتيك مورا تتولي تلعب بيديك برجليك بس ما بغيت لي جور اللي اي واحد يقول لك هذا يكون كيف ما كان كاين انت صاف لان كاين الرجل والعقل خاصه الكوري يجاوب يجاوبك وصراحه اوسكار من هذا المنبر زعما كما قال لك السي فهمي انه انسان اللي تعرف الخبات ديال الفريق وهذاك الشيء وتلعب لي جون هذا هو المهم اللي ما تعرفوش بزاف الفرق اوسكار تلعب له جون وتقول لك هاد الناس انا نقول لك هذه من الاخر كما تيقولوا كنت تفرج فينا مؤخرا في مالي سبول الامل اللي فات قال لي هاد الامل هادي خصها تطلع كل ليكيب بروميير قال لي كون كنت حاليا انا في الرجاء هادي كلها تطلع ليكيب بروميير انا نلعب بهاد لي جون هادو اللي عندكم لان مستوى تيشوف فيهم مستوى كبير ممكن مدرب كيزعم كيزعم لانه عنده واحد الثقافه ديال هاد لي جون غيمشي غيعطي ياخذ تجربه مع الجمهور هو سيدي تيخلي خمسه من الناس اللي عندهم خبره وهذاك الشيء وكيزرع ثلاثه ولا اربعه من الدراري ديال لي جو هذا هو اللي اللي مشابهه منهم ارمومان منهم ناطير منهم سراج منهم زكريا عبوب الناس اللي زعما عادل ميكي بزاف رزقي كلشي لا بليبار ديالهم هادو كلهم طلعوا معانا شي 20 واحد طلع معانا وحنا سنترين 45 واحد وما عندوش مشكل وكلشي فرحان وكلشي اللي كان خلانا هادشي هو هذاك التلاحم بعضياتنا واللي طلع واللي غيسبي الاحترام واللي غيسبي والناس الكبير كيحترم الصغير والصغير كيحترم الكبير وعائله هادشي ما بقيناش نعيشوه لان ما بقيناش نشوفوا الفراقي تيلعبوا ولاد الفرقه انا في باراز عمر هادو كلهم ولاد الراجل وكبروا في الراجل انا قبل فاش كيكون في جون كيبان ليه فوق منه عبد الله عمر شادلي حيمر كيبانوا ليه كبار فاش كيجي معاهم مستودع باقي مستودع والله مستودع رضا الرياحي رضا نزير نزير فرقه والله كلهم اجيال كلها انما اللي زوين في الراجل اللي كان ما كنتيش كتحس بالفرق والو كاين لو ساتور كاين كتدخل واحد جوج جوج ما تيبانش ما كيبانش صح وتي دغيا تندمج ملي تيتلقى الانسان تهضر معاه قبل من الماتش في لوطيل وادي تتشوف تقول لي طلع تيطلع كيكون طالع واجد لو ريسبي لو ريسبي وهذاك الشيء باش مشينا مزيان مع اوسكار واحد من الناس اللي انت عزيز عليهم بزاف بغى يقول فيك كريم اخويا منير كرسي عمر اهلا وسهلا سي منير مرحبا كلشي عمر اليوم انا وليت عمر ما كاينش مشكل الخير وحيد عمر عزيز عليا داكشي على الفريق ديالي كيدير اخويا عمر الله يبارك فيك اخويا منير الله يحفظك خويا منير الصحه مزيان اخويا الحمد لله الحمد لله لا خويا منير بن اسماعيل اونسيان جوور ديال السطات ديال النهايده مرحبا بين 88 99 لعبنا مع الدساتيه مرحبا ونقول لك اخويا نهار كان كل لاعبين مع الرجاء ولاعب عمر كنلعب الوسط هنايا اقسم لك بالله اقسم لك بالله اخويا كنقول الله يدوز هذا النهار بخير وعلى خير كنحلف لك بالله اخويا الله يحفظك خويا منير والله العظيم ما نكذب عليك هذاك اول ماتش لعبت ضد عمر كان لعبنا ماتش ميكان في السباس ايوه محمد راه كنقول لك سي أبدي أسير سلك سلك أسير سلك وتخليك مع عمر أش بينك وبيني أنا تبقى مع عمر خليني أنا في اتساع خسير عند عمر مرحبا 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 والله يا أخويا إذا من اللي لعبنا الماتش الأول وأنا كنت لعبت صنعنا قبل عمر لأن عمر لعبت أنا عامين هذا باش هو لعب في الراجة لكم اللعب هذا هذا راه واعر وخطير لان دار لي واحد جوج قلبات اقسم لك بالله حدا كورنير انا راه لعبت كره وما عمر شي واحد زعما بعدا مني ولا دار لي شي حاجه شي تبع لي الكره هذاك السيد
زيد راه والله الا دعيت والله واخويا عمر اخويا العزيز والله الا قدامي قدام عيني ديك القلبات دابا كنشوف فيه الله يحفظك الله يحفظك والله ماشي مشكل قلبك يا عمر ماشي مشكل وراه عمر شنو يقلبوا والله الا بوحدو والله الا بوحدو بالله والله الا بوحدو الحمد لله ماتش ميكال وربحوا له الصاد ومن ثم بقات العلاقه مزيانه وهذاك السيد راه ما عمره يخيب الله يحفظك ما عمره يخسر الله يرضي عليه الله يخليه امين اخويا الله يحفظك واخويا عمر من الاسلام انا اول واحد قلت انني متصل وضربت شكرا 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 ولعبنا معهم ولكن تراك محبسك بوحدها الله شكرا شكرا اخويا منير ميرسي حبيبي تحيه كبيره لخويا منير احنا باقي متواصلين معكم مستمعينا الكرام واخا ما خديناش بزاف عند عمر ولكن مره اخرى ان شاء الله مره اخرى الناس كلفة غادي ناخذوا انا دابا صافي البرنامج ولا ديالك دابا يا جي وحل ودخل صافي احنا باقي متواصلين معكم نهضروا شويه مع عمر الجري على الالقاب فتره ديال الالقاب ديال الرجاء فتره ديال الانتصارات الكبيره ولكن قبل ذلك طريق ضروري كيقول لك الفاصل ناخذ عرفتي شحال الناس باغيين يهضروا عمر عرفتي راه كيبان لي ستاك غادي تفركع غادي غندوزوا معنا الناس 0522 226 225 ولا 0529 004 10 مرحبا بكم معنا ولكن قبل نهضروا شويه على الالقاب كيفاش عاشوها كيفاش عاشوا شويه في لافريك ناخذوا دي زانيكتوت ومن بعد ناخذوا المستمعين الاوفياء ديالنا ولكن قبل ذلك فاصل بعده نواصل السلام خويا عادل تحيه لك وتحيه لواحد من العلماء كيف كتقول راه لعاب كبير عادل وراه عزيز علينا بزاف شكرا شكرا بزاف اننا اليوم سمعنا اسم كبير اللي هو اللاعب عمر نجاري مصطفى من مراكش تحيه لعمر نجاري راه ولد الناس وكبير وكبير بزاف الله يجازيه بخير على داكشي اللي عطى الرجاء وحتى فجع عندنا المراكش راه قدم مستوى كبير خويا عادل عمر فيه من ريدوندو وفيرون الله جمعتيهم بجوج العسريه ديال هذا واليمنيه ديال هذا النجاري هو العالم ديال الكره في المغرب بدون منازع عادل النجاري ان غران جوور عرف كيفاش يربح القلوب ديال الرجاويين بالرغم ان الرجا دوزت لاعبين كبار ولكن عمر كيبقى بوحدو عادل خويا عمر في الشعبيه ديالو فات كلشي لانه كان كيهضر غير في التيران وعمرك ما تسمع منه كلمه العيب خويا عادل سول لي عمر الجاري كيفاش كان كيدوزو عنده الماتشات ديال الديربي السلام خويا عادل تحيه كبيره لك خويا عادل سول لي فين وصل داكشي ديال لاكان ما حدكم جبتو لاكان مشيو عند صاميت لان صاميت كاين في لوطيل اللي غات مع 12 كيل الاجتماع ديال لاكاف عيسى حياته والقجاع والناس لاكاف نشوفوا نتمنوا والله واخا بسرعه نشوفوا صامت اسمه محمد مرحبا بك عادل ومرحبا بالضيف ديالكم ومرحبا جميع المستمعين الكرام كيقول كيف احنا كنتجدونا في احد الفنادق بمدينه الرباط المناسبه هي الاجتماع ديال الاتحاد الافريقي والحسم في القضيه ديال تنظيم التاجيل او تنظيم في الوقت ديالو لكاس افريقيا للامم كيف قلتي عادل فالاجتماع غادي يكون مع 12 اللي كاين دابا والاجواء اللي كاينه هنا اللي كدور كاين متابعه اعلاميه كبيره منابر من مختلف لكن منابر دوليه كيحضر كذلك نظر لاهميه الموضوع قبل قليل وصل رئيس الجامعه في فوزي القجاع اللي كاين الان في جلسه على الانفراد مع رئيس الكونفدراليه الافريقيه السيد عيسى حياته لاحظنا حضور كذلك مجموعه من الاعضاء ديال الاتحاد الافريقي كاراوراوا وكذلك مجموعه من الاعضاء ديال المكتب الجامعي اللي حضروا باش الاجتماع اللي قلت كاين مع 12 حتى واحد ما بغى يعطي شي ديكلاراسيون فاش الطريح كيقول لك كنديروا الاجتماع اللي كاين هو ان الاعلاميين هنا كيتسناو بفريق صبر على الاقل يعرفوا شنو هو البروغرام حتى البروغرام ما تعطاش اللي كاين اللي كيقول لنا هو ان الاجتماع كاين مع 12 لا اكثر ولا اقل حنا نكونوا مع المستمعين الكرام عادي في كل فين ما يكون كل شيء جديد اللي كاين الان هو كناكدوا بان كاين اجتماع في الرباط كاين غيكون مع 12 مورا 12 او في الوقت ديال الاجتماع الا كانت عندنا شي ديكلاراسيون غنتصلوا بكم مباشره شكرا لك سي محمد اكيد اننا غادي نرجعوا ان شاء الله نرجعوا معكم مستمعين الكرام باش تكونوا في مع لي ديتاي كلها ديال لاكان واش غتلعب واش ما غتلعبش كنظن عمر اهم حاجه هو بلادنا هي المهمه كره وداك الشيء كيبقى زياده المهم عندنا هو السلامه ديال المغاربه والسلامه ديال البلاد هذا هو المشكل صراحه الناس
الناس تنتظر الرد الفعل ديال عيسى حياته، وتنتمنوا ان شاء الله انه يستقبل الدعوه اللي غادي تنجي المغاربه كلهم اللي ما تنبغيو حتى شي مسلم. وهذا القرار يبقى الاخر والاول ديال عيسى حياته. اذا كيف قلنا البارح الاجتماع ديال الكونفدراليه عطاو لعيسى حياته هو يتكلف هو ياخذ لا ديسيزيون. اليوم كاين اجتماع مع 12 بين القجاع والوزير وكاع المسؤولين المغاربه مع حياته. شكون غيقنع دوك شكون؟ يمكن الا ما كانت في 2016 جونفي 2016 فكنضرب انها غادي تحيد من تما لتما ربي تما حنا يفوتونا حنا ويقنيو يبرو راسه الله يعاونو داكور. نهضروا شويه عمر على ناخذوا المستمعين الاوفياء يبقاو معنا. نهضروا شويه على الالقاب. يمكن الرجاء البيضاوي فتره ديالكم كانت فتره زاهيه، فتره ديال الالقاب. يمكن الرجاء قبل كانت الكره الفرازه ضريبه من تعشتي فتره ديال ضريبه وفتره ديال ضريبه والفن والكره والالقاب. هذا هو لو بلوس اللي كانت. يمكن كان الالقاب ربحتوه ما بقى حتى شي حاجه. ربحنا كما غادي نقول لك على الالقاب. الالقاب منين خدينا الفيزيو مع اولمبيك الحليب صراحة كان مستوى عالي، وكان الفرق اللي تلعبوا معهم كان مستوى عالي. كانوا كيوجدوا وكانوا لعابة في المستوى كما تنقولوا. من الألقاب اللي دينا من 94 حتى 2000 راه ما ساهلاش باش دي ألقاب السنين وانت تدي الألقاب متابع. الراجل كانت واللي غاري في الأمر هو ملي كنا تمشيو لأفريقيا كان عندنا الإقصائية ديال كوب دافريك وكنا تلعبوا وكنا في لافريك اشهر حنا في لافريك ولعب البطوله في المغرب وتنسمعوا الرجاء هي الاولى وباقا. وواحد العام كنا مشينا في 95 96 تقريبا في لالي حنا دينا البطوله ولسه في لافريك سالينا البطوله بان كانوا لعابه زعما ما نكذبش عليك جاوا اللعابه ديال الحليب اللي عطاو اضافه للفريق وتمن خلال اللاعبين ديالنا اللي كنا انا وباصير ومسوداع وفهمي وريمي هذه ديال التشكيله اللي كنا تندخلوا بها. اما الفريق الثاني اللي جا ساندنا هو سلامي وخلفي جريندو بكاري نزير مايبين زعمك واحد المسيره كانت موفقه 40 لعاب تتسنى ولكن فلونطريمون كيقولوا هذه الجمهور بعداك الجمهور تيجي لونطريمون تلقى هذيك العمور ديال التيران الانسان ما بقاش فين يريح والو تيريح فوق تريبيل ولا فين باش يشوف لونطريمون لان تيسبقوا الماتش قبل من الرباح قبل من الماتش رابحين خارجين رابحين داخلين. ويمكن الماتش ديال لي دوز ايكيب اللي كاينه كيكون احسن من الماتشات اللي غتلعب في البطوله حيت بجوج بغا يضاربوا شكون اللي يلعب شكون اللي غادي يلعب. هادشي اللي كاين باش نرجع لك ديال لافريك اللي كنا دوزنا فيها شهر صراحه عشتو عشنا اجيال مع دوك الناس اللي صراحه الناس لا ثقافه لا زعما الناس مهمشه فهمتي وتعذبنا ماشي ما نكذبش عليك. وكان معنا اوسكار اللي صراحه حتى هو غطى على بزاف الحوايج وحنا كنا متحدين معاه فهمتي كما تيقول لك حنا جايين خدمه صبروا وغادي يكون الخير ان شاء الله وحققنا به لقب. ماتشات اللي عمرك بدات في لافريك خويا ماتشات اللي بقاو عندك تعذبتوا فيهم درتوا فيهم تعذبنا لان الدرجه اننا كنا تنسمعوا القرطاس في الوطيرة خويا عادي والله العظيم في نيجيريا القرطاس وشتا تتصب عليك في الشومبر والمال ما دايز الشومبر ولينا خارجين هالكولور ناعسين والله العظيم تمارا الناس كيسحبوها سهله تيسحبوها سهله في نيجيريا قلت لك القرطاس يدار صافي تنقولوا هما غادي يدخلوا عند جاو العسكر ستافيت جات هودو وقفوا حدا لوطيل ما سمعونا حنا تماك جاو وقفوا لي تمو جايين هذاك الصباح ما نعسناش اخويا عادل ولا عندنا الماتش ما بقيناش نفكروا في الماتش نقولوا والله ما خسروا ورجعوا بحالاتنا داس علينا الدراري حتى هما مساكن كانوا متعاونين وضحاوا بنفسهم ما نكذبش عليك ودرجه ان مشينا للكوت ديفوار زعما من احسن زعما في كاينين في لافريك كوت ديفوار حتى هي كانت زوينه دانا اوسكار واحد لوطيل حدا البحر دابا هذاك لوطيل فيه شاليات ماشي لي شومبر لوطيل فيها لي شال
مالي الله وصلنا ما ديك الست العشية ديالهم العشية بدأ يظلام الحال الدريني ما عجبهم شلوطي خرجنا كنا أنا ومسودا كنا دري اللي كبار مشينا عند أوسكار أوسكار كعا قالك علاش ما عجبكمش شنو نتوما باقي ما كليتوم باقي ما شتو باقي ما شتو والو وتتهضروا على اللوطيل ما عليناش ويجي ارمومن تيجري تيجري ما كنا حنايا مجموعين تنهضروا مع المدرب وقلنا والصابور ما كاينش في الصومبر ويقول لي البوصير الله يذكره بخير قال لي تتسول على الصابور الله يحرق عزي يا الدراوي الصقاع تتقلب على الصابون الناس تقلب على الماكله واللي صومبر مزيان حتى الصابون ما كاين قال لي اش بغيتي الصابون ها هو عرفتي هادي زعما كبقات في الذاكره هو عرفتي الدراري ملي قال الصابون كلشي طاح حتى حنا مضاربين على الصابون ومضاربين على الماكله الله العظيم ما ليناش صافي اوسكار كعا طلع ليه الدم مشى زاد بحالاته خلى معنا رشيد بوصيري ما عليناش كان معنا مديح وقلنا دابا شوفوا الدراري خلي من هنا الصباح الا بان شي حاجه راه غادي اوسكار ما جاناش هذيك النهار تقلق عليك تقلق علينا مزيان الليل حطوا لنا العشاء ما كذبش عليك اخويا هذاك الشيء ديال 5 ايطوال داك الشيء واعر 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 بزاف لا فطور لا غدا قلنا الاوسكار ما بقيناش نمشيو من هنا بقينا هنا غادي نمشيو نلعبوا ماتش ونرجعوا لكوت ديفوار رجعنا هاد لوطيل صافي عجبكم عجبنا في الحقيقه ما نكذبش عليك الا هو مشيتي مع اوسكار وعارف هو ديك البلاد لان كان مع اسيكا بيجو كبر تما هو كبر تما وماتش كنا غنلعبنا مع اسيكا بيجو وخوباش خوباش هي هذيك يلا دخلنا ماركا عليهم بيت ويمشي تيري فيهم سالا الماتش اجي دابا نتوما كنتو تتيرو فينا اجيو اتي ما تخلعنا لاربي تتجي الدقه ما عرفو منين تتجي جمعنا في وسط السيران تنتسناو البوليس غادي يجيو حتى البوليس علقو ولينا بوحدنا وعباد الله تتهيج علينا دراو صافي قلنا غادي يدخلو قتلو ما دابا هما الدراري تنقول لهم تجمعوا انا خاسر الوسط باش ما تجيني حتى شي حجره له تجي قدام فاهمين ما فهمي تبارك الله تنتخشى ويجي واحد واحد حجره ماشي حجره مسن ماشي مسن هذيك ديال الكوك ولا ماسك ضربه الراس وقال يا ولد الحرام محق لك تقول لك تجمعوا 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 انت مخبي هنايا عرفتي خرجونا بهذاك وتيرا فيهم تاو لا تيرا فيهم صافي دراو جهلو بغا ينزلوا لينا قلقهم لان الناس تقول لك لافريك تلعب في لافريك راه ما ساهلش تلعب في لافريك لان الكوب ديمون اللي دوزت الرجاء ما لعبوش الاقصائيات ديال كوب دافريك ولا ضاربوا عليه ولا جاب هذا هو اللي خصك تحس به اما البطوله اللي ديتيها هنايا انتما كوب دافريك عرفتي شنو هو وهذاك الماتش ديال 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 الترجي بوحدو او ديال الترجي ديال الترجي بعداك ديال الترجي والله العظيم اخويا عادي زعماك غاديين فرحانين سبحان الله لا. الفرحه من هنا واخا 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 الماتش ديال الله هنا في بلجيكا وكنا كنتربح الترجي بواحد جوج ولا ثلاثه كنتربحكم اليزا ولكن تماك غاديين فرحانين والله العظيم من الله انتم فرحانين ما مسوقين لا ماتش ما تلعبوا مع اوسكار رامي فلوطي باقي سهرانين مع رمضان سهرانين دنيا يعني اللي بغى يفطر يفطر هذيك الساعه الحمد لله الايمان ديالنا حنا عارفينه ولكن ملي رجعنا فطرنا وكلينا رجعنا درنا واحد سيمانه كل واحد نفطروا عنده ورجعنا الدين ديالنا مي تنعاود لك على الماتش الماتش جانا عادي ما كاينش ديك البريس البريس والدراري ديال اوسكار والدراري اللي كانوا معنا ناطير والدراري صغار باقيين ديجا ورزقي وهذاك الشيء حتى هما ما تيحسوا بوالو عادي الزعزعه كاريه كيشوفونا حنا كيشوفوا الكبار عادي لاعبين رامي مع اوسكار ليله الماتش مقصرين وعندك ماتش ولعب مع رامي القيامه وفرحانين قبالهم هما ربحوا لكم هما قال لك الاربيط ما مشري هذاك الشيء راه قال الحيمر من ماركا بيلانتي مشى عند الجمهور تيقول له مشري الاربيط كانت ماتش واعر ماتش واعر انا هذيك النهار ما كنتش في الفورمه ديالي لان كنت مرت الليله هذيك واوسكار قلت لي راه مريض قال لي ادخل ادخل هاكي ادخل وسبحان الله العظيم منين خرج ريندو عاد بحال اللي قال لا ماشي بحال اللي قال لي صافي عمر خرجوا باش ندخلوا من الصباح عاون الديفونس ويا هذيك فاش دخل من الصباح زاب الله شو واحد كيكمل واحد والله زعما ها هو في نار واخا مريض انا خصني نلعب ولكن ما نحرمش انا واحد اخر نقص الدراري يمكن انت تمي الصباح فاش دخل
دار جروماس جروماس في هذاك الماتش ولا جروماس واخا نهضروا شويه على كوب دي موند. كوب دي موند عاوتاني فيلم اخر حلم هذا حلم 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 سورتو في البرازيل برازيل برازيل يمكن الماتش الاولاني كيف كيقولوا لي كاع الدراري مع فاسكو دي كامبا احسن ماتش احسن ماتش هو هذا احسن ماتش ما نكذبش عليك ماتش عالمي زعما حنا مشينا ما نكذبوش على ريوسنا مشينا ماشي باش نديو احنا بغينا نمثلوا الرجاء المغربي احسن تمثيل وعرفتي شكون كان مانشستر ريال مدريد كورينتيانس فاسكو دي كامبا اش غادي تمثلوا لا احنا ولكن لعبنا كورتنا ولا ولكن طريبه درجة ان واحد الكره مشات حتى شي 20 باس ولا 25 مع كورينتيانس مع كورينتيانس الماتش الاول والله الله يحفظك الرجاء كورينتيانس شي 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 25 باس واش الوان اللي كان بوشرون كيسمع هو اللي حافظ هادشي عبد الرزاق هو اللي حافظ التريبات واش لينا دوك ضريبه 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 25 ضربه ضريبه اولي 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 ومشينا بها حتى البوطو تزقلا زعما الماتش الاول كان كان في المستوى عالي مع كورينتيانس واخا خسرنا بجوج البيت البيت الاول ماشي بيت ويمكن لاربيت عاوني كورينتيانس الرين يكون فيه سبعين في الجلي تبارك الله مليون تيران عرفتي والله تتخلع يدوز بحداك فان بيطا نجيك الفينال ديال تارجي الفينال ديال تانج جا واحد كورنين وداك الجعيدي تبارك الله عرفتي كي داير مربع ما نكذبش عليك صحيح دابا انا ديك الوقيته ماركاز ماركاز تنسمع ماركاز شاد لي تيغوت صافي تنقلب لقيته هو اللي خاوي وانا نمشي حداه عرفتي قداش واخا نسمعوا ضريبه ضريبه نسمعوا الضريبه ضريبه الراجا وكورينتياس من الاسلحه ديال فريق كورينتياس زكريا عبدوف سفري وقف كورتو عاد فتح لعند اللاعب رضوان الحيمر طرقه جميله باش كيمروا اللاعبين ديال الرجاء سفري السفري غادي عرضيه بالفعل عند مصباح مصباح مستودع مستودع تبحث على المنافذ كل مكان بالكعب عند زكريا عبوب مثلثات بين لاعبين ديال الرجاء هذا هو الاسلوب اللي كيميلوا ليه اللاعبين ممتاز لاعبين ديال الرجاء حتى لدرجه ان الجمهور اللي كيتجاوز هنا 30,000 متبرج ما راضيش بتاتا على العرض ديال فريق كورينتياس يعني هذا هو العرض هذا هو الايقاع اللي كيبحث عليه فريق الرجاء ماشي سهل على فريق العباد ايقاع امام فريق كبير اللي هو فريق كورينتياس وبلد كيتعتبر الرائد عالميا في كره القدم وامام جمهور كبير اذا 30 ضربه 30 30 ضربه هو بوشروان تكلف 30 ضربه ضربات 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 يمكن كورينتيانس اكثر من دقيقه وصريف هما كيقلبوا على الكره ما لقاوهاش في بلادهم وسط جمهورهم وسط جمهورهم ما كانت سهله يمكن حتى الماتش اللي قبل كان ماتش كبير مع فاسكو دي ادموندو وماريو جونينيو كانوا لعبوا كانوا كيخلعوا ولكن الرجاء كانت سيئة كان الرجاء كان كما تنقولوا ما كناش نشوفوا الفريق اللي لاعبين ضده حنا تنقولوا المستوى ديالنا حتى حنا احسن من هذوك اللي غادي يلعبوا وفي الجعيدي الجعيدي اخويا ماركاز ماركاز, ماركاز 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 جيت ندور لقيته هو وسندير هذا ماركاز هذا قلت لي سندير لي ماركاز ما علينا السونتر هذا كورنير لقيت راسي في الشبكه تخشيت انا في الشبكه لاحني لا دابا انا من النص تنسول شي واحد المعيوره ديال التونسيه ولا شي حاجه باش نعيرو والو والو لاحني اخويا عادي والله يتلاحني خشاني تندور لقيته رجع بلاصته والله العظيم ريال مدريد ريال مدريد اخويا دوماج ما لعبش ضد ريال مدريد ولكن ريال مدريد يمكن غير باش تحركت على داك الماتش عرفتي علاش لان ريال مدريد كانت يديروا لورجو ويلي 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 هذوك ديالي انا والله العظيم كنا ماركينا شي ثلاثه ولا اربعه مع داك ريال مدريد ولكن اكثر يا بريمير ميطا كانوا تيديروا لورجو ولكن مستودع ومباركي مستودع ومباركي حمقو مستودع وسميتو زكريا ناطير وخرازي تا هو دخل في هذاك الماتش زعما اسامي مارك على ريال مدريد كاع معلم الدرامه الله اكبر مارك وتم غادي الله اكبر واخا ناخذ معنا الناس ناخذ معنا احمد من الرحامله سي احمد الله اكبر واخويا احمد صباح الخير خويا كيداير حبيبي بخير تحية لك وتحية الطاقم التقني تحية لعمر النجاري مرحبا شكرا جيتي لينا في الصباح مرحبا مرحبا شوف خويا السيمانة دوزتيها كلها سي احمد الو خويا وي ما عندكش الريزو
قلبكم تشوفها وحنا اللي ما عندنا احنا تشوفوا في البحر حنا احنا راه من البحر المعلم فالنجار اللي جمعوا كامل توي دا كلشي تا الريز ودا عمر الله يحفظك اخويا احمد عمر من اسفي سي عمر عمر تقطع الخط مع عمر علوي من كازا سي العلوي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله سعيد بخير اخويا الله يلا بخير سي العلوي بخير وحشناك اخويا صافا بخير الله يحفظك نهار كبير هذا اللي جبتي الناس سي عمر الله يحفظك اخويا شكرا عزيز وانا صديق ديالو هشام الله يحفظك هشام ولدو راه لعب معايا ولدي كاع راه عند راه عارف في المنجرف عند دار خالتو راه عارف الله يحفظك الله يحفظك اخويا الله يبارك فيك اخويا قلال 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 ميرسي 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 الله يحفظك السي العلوي الله يحفظك انا نجي نقول عبد العمر ما ساليش هاد النهار الله يحفظك مره اخرى ان شاء الله نعاودو نكملوا ان شاء الله التعاون نعاودو ان شاء الله الله يحفظك يا علوي ميرسي ميرسي نشوفوك في الميادين ما شاء الله زعما زعما الرجاء وقت اللي جاي يدخل ما بقاوش اللعابه ديال الرجاء كاع اللي كانوا كنا كنعرفوا الدراري ديالهم ان شاء الله يكون خير يكون خير يكون خير يا علوي الله يحفظك شكرا شكرا علوي عماد قريت بو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخويا عماد وعمر ديك داير لبس عليك والله الا بخير الحمد لله الله يكبر بك اخويا وتحيه لسي عمر النجاري شكرا شكرا اخويا الله يكبر بك والصراحه شوف نقيقي في اللعب ديالك شوف انت انا كتعجبني في النقاط ديال البيوته ديالك وفي الكره ديالك الله يحفظك وكان وقع لي انا واحد وقعت لي واحد الواقعه مع واحد الصديق ديالي كنا عندنا واحد الفرد منزلي ومشينا للقهوه كنتفرجوا لكم الرجاء مع وداد فاس 2008 اييه اييه وماركيتي واحد الكوفره باش نقول لك مؤدبه الصراحه ربيو وقبل ما تماركيها قلت لهم هاد الكوفره في الشبكه الله يحفظك الصديق قال لي شحال غتحط شحال نتخاطر عليك انا وياه قلت له نتخاطر حنا عافره على بريريت بخمسه دراهم بجوج يعطيك هو اللي خلصوا هو اللي خلصوا واسمع عادي ما يطرا قال لي فاش تفاهمنا على البراد الصداق ما عندوش فلوس باش يخلص شركنا انا وياه في البراد شاركتو فيه شاركنا في البريري مرحبا الحاجه اللي نشرطها عليك قلت له غنخلص معاك البراد ولكن هذا الفرد المنزلي اللي خدمناه بجوج عاوننا معاه فيه واحد السيد قلت له تكتب فيه سميتي هذا عمر النجاري الله يحفظك ومشى دفعوا للاستاذه فاش قالت له قلت له شنو هو عمر النجاري الاستاذ راه طارق واحد الولد كان يقرا عندك العام اللي فات زوين عماد زوين الله يحفظك اخويا عماد عماد مشى عماد نبيله نبيله من كازا عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نبيله خير اخويا عادي الله يلا بخير الحمد لله عمر الله يبارك فيك اخويا الحمد لله اخويا كنت كحاضر 11 ونص باش نعيط بقيت كنتصلط نصلط شي مع الماتش بحال شي ماتش كتلعبهم كيف ما كتهضر اخويا بغيت غير نشكرك ونقول لك بان انتم هما الفريق العالمي بصح نيت الرجاء العالمي اللي انتم اللي دوزتوا العالميه ديال بصح وبغيت نقول لك تهضرنا في الدراري الصغار تيحن علينا الله بشي واحد اللي يدير فيهم الثقه ويعملوا نشوفوا هذا الرجاء العالمي ان شاء الله ان شاء الله وتبارك الله ميرسي اختي نبيله شكرا واخا الحاج اهلا وسهلا الحاج كي داير لاباس عليك كلشي بخير الله يحفظك الحاج الحمد لله بخير الله يبارك الحمد لله انا اللي بغيت ندوي اخويا مع السي عمر واش عرفت هذا عمر ولا ما عرفكش ما عرف غاني على التعريف الحاج قيس وانا هو المحظوظ في الرجاويين اللي شفت عمر في الكره ودابا كنشوفو كمدرب كيطربني الله يحفظك راه عنده الشوفه الكبيره الله يحفظك واللاعب اللي كان كيلعب الكره واللي كفره كيلعب الجولف الله يحفظك كفره كيدير الجولف الله يحفظك كيجيبها هي تايجر وود ديال الكره كيطربني ملي كيكون جالس حدايا كيطربني بزاف عنده الشوفه تبارك الله شوفه الله يسخر لي والله يكبر شكرا 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 الحاج شكرا ميرسي واخا نختموا بهشام من الجرف الملحه خويا هشام تقطع الخط مع هشام ما بقاش لينا الوقت سمحوا لينا الناس ما يدروش من قله الصواب ناخذوا عمر يمكن الرجاء في هذا الوقت كاينه فيها مشاكل محتاجه الاسره الرجاويه محتاجه الاولاد الرجاء باش يتجمعوا كاملين ان كيف كنقولوا فرق كبيره كتمرض ما كتموتش شنو يمكن الميساج اللي نوصلوا لولاد الرجاء باش الرجاء دائما تبقى في بلاصتها انا في الحقيقه نهضر لك كمدرب كلاعب وكولد الرجاء هاد كما تيقولوا هاد السحابه دايزه
من الناس اللي خاصها تفهم، خاصنا نشدو بيديهم ونعطيهم الثقه، وحتى المدرب يدير الدور ديالو باش ان شاء الله نحيدوا هاد المشكل هذا اللي طاري، لان الناس عودونا على الالقاب وعودونا على الفرجه وعودونا على بزاف د الحوايج. تنتمنى حتى من الجمهور ان شاء الله حتى هو يساند الفريق ديالو، لا في السراء لا في الضراء، لان الفريق رجاء البيضاوي ديما تدوز من هاد المحنه، وهذه حاجه عاديه. المشكل اللي كاين هو اننا خصنا نتجاوزوا هاد المشاكل باش نرجعوا للمسار الصحيح ديالنا، وان شاء الله الرجاء غادي تقول الكلمه ديالها. من هذا المنبر تنشكر الجمهور اللي صراحه جمهور كبير ودواق وتيفهم الكره، واللي خاص ضروري انهم يساندوا الفريق ديالهم كما قلت لك في السراء والضراء، وغادي يكون الخير ان شاء الله. وتنشكر الوالده ديالي اللي حتى هي من هذا المنبر الله يجيب لها الشفاء، والمدام والوليدات. راه عندي واحد الدري سعادي حتى هو راه ان شاء الله راه جاي سي زياد النجاري يا ربي امين، ولا مهرا زياد والمدام ديالي فاطمه الزهراء رؤوف من هذا المنبر تنحييهم، وصراحه الله يخلي لنا سيدنا يا ربي امين من هذا المنبر حتى هو الله يحفظه وين جي ويرحم جميع المسلمين، يرحم محمد الخامس والحسن الثاني، والله يخلينا سيدنا والله يطولنا في عمره يا ربي امين. يمكن عندنا ان اوماج من عند الجرين بويز الالترا ديال الرجاء البيضاوي، قال لك ان غران اوماج او نو دو جرين بويز نوتر بور نوتر غران جوور كي انكارن تو لو بروفيل دان بور رجاوي كوتي فوتبوليستيك اي بيرسونيل، et en attendant que lui qu'il nous fasse monter des jeunes inchallah l'espoir تكون فيهم الريحه ديالو. هذا السيبو جرين بويز، تحيه كبيره السيبو جرين بويز. شكرا شكرا. كريم من واشنطن خويا عادل عمر مايسترو، ميم واخا انا رجاوي مي سي ان جوور كي كاريس لو بالون اون دريبلون. الله مشيتي بعيده كريم. عندي الحمر عاوتاني قال لك سيدي عادي دير الاشواط اضافيه مع عمر، راه الوقت الاصلي ديال البرنامج ما قعدش، يلا بغينا نخرجوا على الراديو. قول لي اثنين جاي ان شاء الله اثنين جاي سيدي نديروا الدوزيميطا. تحيه كبيره من عند بوشروان خويا عادل عمر النجاري، فنان وواحد من اللاعبين اللي كيفهمك بلا ما تهضر معاه، الكل شيء عنده في رجليه وفي عقله، غران جوور غران مايسترو. تحيه كبيره لعمر النجاري. شكرا اخويا هشام. الوقت سالا، ولكن خلي الكلمه بسرعه، الكلمه توجهها اللي بغيتي، الكلمه ديالك حيدر دوان وجه اللي بغيتي. والكلمه ديالي تنوجهها للمغاربه كلهم اللي صراحه ملي كنت نلعب كانوا كاع الناس يعيطوا لي من المغرب كامل. انت ولد المغرب ماشي الحمد لله. تنتمنى كما قلت لك فريق رجاء البيضاوي يرجع للمسار ديالو الحقيقي، وان شاء الله يقول الكلمه ديالو في مستقبلا، لان الرجاء معوده على الالقاب والكؤوس، ونتمنى ان الجمهور يساند الفريق ديالو في الضراء والسراء، والله الوطن الملك والله يخلي لنا سيدنا. شكرا، احسن كلمه سال بها عمر النجاري، الله الوطن الملك، كنا نبغيو بلادنا وان شاء الله الدرابو ديال البلاد يبقى دائما مرفوع في المحافل العالميه. شكرا لعمر النجاري، وحنا كنا سعداء وفرحانين بزاف لاننا مرسي الناس ديال راديو مارس. مرحبا مرحبا خويا عمر، تحيه كبيره لعمر النجاري، واحد كيف قلنا من العلماء اللي فرجونا وفرحونا ودخلوا البهجه للنفوس المغاربه كاملين بالفنيه وبالابداع اللي كان كيدير في الملعب. شكرا لعمر النجاري، نتمنوا لما لا عمر النجاري يخرج لنا بزاف ديال العمارات وبزاف ديال النجاريات اللي يكونوا كويريه ويرجعوا البسمه للجمهور المغربي كامل. شكرا لعمر، شكرا طريق الدروري، شكرا لكاع المستمعين، شكرا ايوب. ما عرفتش كنسى ايوب الزايمه ايوب اللي كان معنا في الويب تي في. هذا عادل عمر كيحييكم، شكرا.